معكم ان شاء الله. اي تفضل. نعم صح، بس كل انسان هذا في الدنيا هذه عنده عزه نفس شويه. عمر هي عندك نفسكم تحب. اسمح لي برك نخرج دقيقه، نسكر لي الميكروفون، نخرج دقيقه باك من الشمبره هذه ونهدر ياك. معليش يا خذ راحتك حبيبي، سكر لي الميكروفون. سكر. لا سكر تحتها وحدك باش تقدر تفتح. لا لا راني يدهز بها المفتاح ويدهز بها تليفون، والله ما نقدر فهمني. اي ما كاش مشكله. انسان مربي هذاك، شوف انسان موت. كبسوا يا جماعه، كبسوا باش يخرج اللايف وطلعوا. اليوم غادي نديروها مليونيه، اليوم غادي نقعروا الدنيا اليوم ان شاء الله. اليوم عيناي تنام وقلبي لا ينام. سمعتي؟ كنت تسمعي عند ماريا قياتني هذيك المره، هذيك سي دوماج ما كنت مجيني شويه. واي كنت نسمع. واي نسمع سي ما غير تقيت يا الهضر عليك ولا كنا نهضر فيها سي. واي العبديه يدافع على العبوديه سي اكزاكتومون. صح كاش حاجه واحده اخرى عمرا يعني تطلع تقول لك ايه وما سمعتش لا سويت نتايا. طلعت وحده قالت الشيء اللي كنت تحوس عليه. وي قالت لك ما تقدرش تتزوج بشحال من راجل باسكو ما تقدرش تعرف ولد من. مي جي رماركي ان تروك من بعد نقول لك ايوا سي هكذا راني مليح. هك تسمع فيا بيان ياك؟ انا نسمع في حبيبي. واش راك لاباس؟ الله يسلمك حبيبي. الحمد لله. المهم انا نشكرك على لي لايف اللي راك ديرهم، وانا انتوليكا باش نتفاهموا. انا مانيش نهدر على لسانك هنا ولا والله، بصح على بالي واش راك دير انت. هك تفهم فيا؟ راك على بالي واش راك دير انت. تحوس تقلبها دوله ديمقراطيه علمانيه تحترم الناس وكل هذا صح؟ ما كاش طريقه واحده اخرى ابار الطريقه تاعك هذه. ما كاش طرق وكل الاخرين يعني فشلوا فيهم صراحه، ما نكذبش عليك. طرق الاخرين وكل اللي ناضلوا بهم، كاينين سياسيين قبلك انت ناضلوا منها بصح ما كانش مخرج ابار هذا المخرج. انا اللي نشوف فيها باسكو قداه من واحد حاول يغير ما قدرش يغير، بصح الطريقه هذه تغير ربما. كي تجبد لهم النصوص تاعهم خاصه لي زيسلاميست، جبد لهم النصوص تاعهم ومن هنا راح تخرجهم من القوقعه من السيطره اللي كانوا مسيطرين بها على الشعب. وكيف يقلهم الشعب وانتوليكا راح كابابل منا على 10 سنين والله بالك يولي ويخلي الدين في الجوامع. وانتوليكا انا نقول لكم ما اقسم بالله الحاجه اللي جابها ميهوب وكل انا على بالي بها المره الاولى النصوص هذوك اللي كان يهضر بهم ميهوب تاع زواج صغيره تاع مازال ما هدمش جامي سمعته يهضر على ارضاع الكبير برك مازال ما سمعتوش يهضر عليها. وبرافو يعني ما كاش ولا واحد يقدر يحاجك. امينه فهمتي قال لك ماشي يهضر على ارباع الكبير. بيان سور. فهمتي؟ عبدو انا في ارباع الكبير ما نهضرش عليه نطبق. لا 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 خلينا لا 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 انا اي انسان يطبق ارضاع الكبيره كما شي حنولي نحترمه كاع نهائيا. لا اخويا ما نحترموش باسكو هذا فعل شين يا اخويا. انا عندي جواريني مسلمين نروحوا نلعبوا الكارت خطر على خطر نلعبوا الدومينو ايوا وقال لك باش تلقى مرتي لازم نرضعها. قال لك بصح انا مانيش حاب نطبق كلام الالباني. قال لك نرضعها في قرعه ونجيبها لك للدار ونشربها. هيا هما ربعه أي كل يوم يحلبوا لي شويه نساهم ويجيبوا لي نشرب. نقول لك صح ما نحترموش انا ما نريسبكتيش هذا الانسان اللي يقول هكا والله. ويكون شكون يكون ثانيه انت ما كيفاه ما يهديك. عندي وهدات معك على كلش وعلى كلش بصح ما قلتلناش انت مسلم ولا سني ولا قراني ولا سيكو. جو سوي لايك. وي شنو هذه لايك؟ لا لايسيتي ما تعرفش واش معناتها لا لايسيتي؟ والله ما تعمش. لا تعرف انت تحوس تشوفني انا نعرفها ولا ما نعرفهاش؟ نعرفها علماني. وشنو هذه يعني ما ديانه ولا؟ لا ماهيش ديانه. هذيك شغل تجيري بها شغل تقدر توصفها. هذه كيفاش راح نوصفها لك؟ قانون تجيري به البلاد تقدر شغل هكا تقول. وانت قانون؟
في أفكاري أنا بيان سور، أنا كإنسان نمشي بهذا المبدأ، أنا لازم نمشي بالقوانين اللي مبنية على العلم. يا خويا ها بيان سور انت راك حاب المساواة بين المرأة والرجل. بيان سور بيان سور. أيه دعوة ما غنستعرف بك. لا 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 سوي داكور، انا على بالك علاه مانيش نحكي لك كلش، برسكو راني في واحد بلاصه باك مديرونجي فيها شوي، برسكو كان نحكي لك كلش العشيه نعيش مع على بالك. انا فاهمك حبيبي، انا فهمتك على بهاني، ما بغيتش نزيرك شويه نضاري انا نزيرهم. لا لا زير زير اذا قدرت زير، غير زير. لا لا بغيت نخليك ترونكيل حتى زير زير. الله انا بغيتك تزيرني يا خويا، زيرني عبدو. نهار اللي نهار اللي تحس بروحك لازم روح روح. دوكا وليت الاز، دوكا والله راني الاز خلاص، راحوا الجماعه اللي كانوا قاعدين معايا. ايوا احكي لنا واش حبيت تحكي لنا. ايوا قول لنا واش، وعلاش بدلت رايك في النصوص هذه تاع مقدس؟ عندي عقل انا، انت عندك عقل ولا ما عندكش؟ ما لا اني لا ارى، انا عندي عقل ياك ونميز. ايوا انت اللي كنت كي تقول لي اي حاجه، ماشي انت على كل حال اللي كنت تقولها لي. انا باسكو اكتشفتها وحدي دوك بار اكزومبل، كي تكتشف حاجه وتشوفها بيزار بيان سور راح تتخلى عليها. صح ولا ما؟ كيما انت عندك عقل دير في حسابك باللي كيما انت عندك عقل، كيما بار اكزومبل اللي معاك عندهم عقل، اللي عندك اللي معاك عندهم عقل، صافي دير الناس الاخرين ثاني عندهم عقل، فهمتني؟ صافي دير با، دير في حسابك باللي انت برك اللي في الحياه هذه اللي تكتشف، كاين ناس واحد اخرين يكتشفوا. راني صحيح ولا غلط هنا؟ واش تشوف فيها انت؟ انا نشوف في روحي صحيح. راك صحيح اخويا. سانكو بيان سور، ماشي غير انت، ماشي انت الاول والاخر اللي راح تكتشف، وتاكد باللي غدوة غدوة الناس بزاف. انا في اللايف تاعي نناقش النصوص، نناقش القران السنه. بيان سور بيان سور، على بالي على بالي، جو سوي داكور. وي وي ما ناقش عائشه، ما عليك وي. مع عائشه ميرسي خويا على الزياره تاعك، ويعطيك الصحه وتهلا في روحك. اي بونص، اي بونص، اي ميرسي. وي اسماء بنت ابي بكر، اهلا بيك اهلا بيك. انا طلعت حبيت نسالك منين شريت مرايتك؟ عجبتني مرايتك. مرايه؟ اي مرايتك منين شريتها؟ عجبتني. نظاظر هادو؟ اي لا هادو سبيسيال مدام، هادو ما يتشراوش. شنو يعملوهم سبيسيال اللي كنت لي انت بطبيعتك سبيسيال؟ وي مدام عاملين سبيسيال راك تشوفيها سبيسيال، خاطرك بتيتخ معناها اعمى انت الحقيقه اعمى. لا 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 مدام ما كنتش تشوف في الليل. اي سبيسيال معناها تحطهم سبيسيال، تحطهم كي تطلع في تيك توك معناها باش تخبي روحك. نو مدام نو نو، هادو تاع خادمهم الاتحاد النرويجي تاع كرة القدم، هاي مكتوبة فير بلاي هنا، وكنت شفت صورة تاع الاتحاد النرويجي تاع اللغة. اي بالطبيعة، مالا باش يخدموك. ما يبيعوهمش مدام، هادو خادمينهم غير يخدموك يخدموك معناها مسيحيين نورمالمون وملحدين، خاطر في بالي النرويج مسيح. شو بدخلك انت في المسيح؟ اسمع ما هو شكل ما هو اسمع انت قلت الحاد وتمشي للنرويج، صار انت من النرويج امورك انت معناه ماخذ عينيك، عينيك من النرويج، عينيك معناه سبيسيال صنعوهم لك من النرويج، يعني بطبيعتك ما تشوفش. سمعي فيا ليه، خاطر اول مره را اول مره را عاد ليه انت علاش تحل كام جمله؟ بمارات ما تحلش كام، ما تحلش كام جمله، اذا انت خايف ما تحلش كام. اتحاد كره القدم تاع النرويج، شو مجبدك كره القدم؟ انت ما عندكش سبري سبورتيف، انت بتاع كره قدم، انت انت بتاع رياضه. انت كملتي اسمها، نقدر نهضر ولا ما؟ ليه انا نحب تقول لي مرايتك هذيك منين شريتها؟ وعلاش تلبس فيها؟ بصراحة يعني، علاش تلبس مرايات؟ مدام تقدري تسألي اوكي، انا اللي قلت لك وانت في تيك توك. اي قول لي قول لي، ليه هاك جاوبتني عاد، هاك جاوبتني باستهزاء، قلت لي اعملهم لي كرة القدم تاع النرويج. تو اذا معناها على تلمو القهوة، معناها على قياسك، على راس كورة، معناها راس كورة صنعوا لك مرايات على قياسك، خاطر هذوكم كرة قدم يصنعوا لك ور. فهمت؟ على حسب راسك، شافوا اللي ما فيهش مخ يستاهل باش يتحط فريمون، معناها يا ريت لونيت دو سولي تحط على 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 شو اسمه البالون هذيك، بالون فغي بالون، خاطر كي تجي مخ. كملتي ولا مازال؟ مازال. اه كملتي اختي؟ نقدر نهضر في اللايف تاعي شويه؟
اي اي تكلم اي في اللايف تاعك. ما هو شكل الارض اسمع بالنسبه لك، مسطحه ولا كرويه؟ نعرفش عليها، ما يهمنيش انا مسطحه ولا كرويه، ما رايك؟ تهمنيش رايك حتى انت شيء. بياسر عندك راي؟ لا ما عنديش راي انا في شكل الارض، اخر اخر همي يعني انا فوقها على الارض، انا تو يهمنيش تطلع مسطحه تطلع كرويه تطلع مثلث، ما يهمنيش فيك فاش تطلع انت عليه. شفني اوه شفني شوف معليش دقيقه غادي نوري لك. اسمع، معليش الارض مسطحه، الارض مسطحه وكرويه ليه بها انت؟ شوفي معايا، شوفي معايا، انا قلت لك الاسلام ناكلكم. اسمع معليش انت معليش ما عندك، سكتي استنى استنى شويه، معليش سكتي ولا نسكت الدرو. سكتي، الاسلام ناكلكم بخاخكم. شوفي معايا، انا كنت صادق معك، نعم انا اذا انا عضو في الاتحاد النرويجي لكره القدم، هاي لا مكتوبه، شوفي كتبي هذه الاخرى، هذه غادي يخرج لك، نعم فير بلاي الاتحاد النرويجي لكره القدم. يا دين ربي ولفوكم الكذب، الدين هذا علمكم الكذب، علمكم الخرطي. حتى واحد كي يهضر معكم بصدق ما تامنوش، كي يهضر معكم بصدق ويحترمكم ويعطيكم قيمه ويهضر معكم بصدق عندكم مشكله كبيره. نعم هذا النواد هذا خاصين باعضاء، نعم انا عضو في الاتحاد النرويجي لكره القدم، وهذا هذا ليه العضو؟ معليش سامح لي معليش العضو، اغلقي اغلقي دينا رب المايك باش نفهمك. مع العضو يبدا بالكارتة بالبطاقة، معليش هبطت قودي عليه، حمارة يا ربك، احترمتك باش نفهمك. نعم هما عندهم ملابس وحدهم، تمنعني ما نقدرش نلبس الملابس بايزام نديرها في اللايف، بس كون نواضر ما تبانش هذه الماركه، سمي بايزام القميص ريكو ولا سروال ولا الاخر نتاع ما نقدرش، باسكو فيه ملاماخ ما تقدرش ديرها، هذه ديرها كي تكون في الخدمه ولا تكون في ميتينغ ولا، يعني بسيطه جدا. وريت لك الاخرى تاعك وما زالك تناقشي، حماره يا ربك. انا قلت لك الاسلام هذا شليكم ولا خرجكم مش الاولين فيما يخص يعني الافكار، فيما يخص يعني انكم تخموا شويه تفكروا، وخلاكم تشكوا حتى في نفوسكم. بس لو كان جا شيخ قال لك كلمه لو كان امنتي، ميرسي ميزامي يعطيكم الصحه، وتخليهم يهضروا يبقوا يهضروا واحد ساعه ولا، يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا المرسلين. جماعه اللي يحب يطلع معنا يكتب رقم 7، اذا كنت من اهل النار اذا كنت من اهل النار اكتب رقم 1، واذا تفتح الكاميرا ديسي خرج. واش ميو؟ افتح الكاميرا اكتب رقم 9. السلام عليكم ما سنيك. عليكم السلام ورحمة الله. واش راك فيه؟ لاباس. لاباس تفضل خويا. واش هو الموضوع تاع اليوم؟ موضوع تاع اليوم؟ يا هذا وين دخلت؟ هذا وين دخلت؟ والله عندنا موضوع ما تكلمناش فيه، عندنا مدة طويلة ما تكلمناش فيه. اه. هو نكاح الطفلة الصغيرة في الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تخلعوش. لا لا لا. لا, لا, لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. غيب شوية، روح معاه غيب شوية. غيب شوية. لا يعني أصبرنا نضحك يا. ميرسي يعطيك الصحة. باش. أي باش باش. بسلامة بسلامة. شكون هذا اللي طلع؟ أنا نسمع فيه حس، هذا أنت من ولا؟ أنت؟ أنا؟ وأنت الله يا الله ميهوب، هذه غيبة عندي يا زلمة، طلعتش عندك صاحبي انت تعرفني؟ امين اسانسو كامل ما عرفتوش. كل المقنين المقنين امين المقنين مو اللي حبي يطلع يكتب رقم 7 اذا كنت من اهل السنة والجماعة، اذا ما كنتش من اهل السنة والجماعة اكتب رقم 1. مش كل يطلع ماسكي ما شفتوش انا، عنده متابعين ما على باليش والله ما على بالي. بون اللي يكتب نطلعو، هيا نشوفو اليوم نجربو نشوفو. قول لك وي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون اللي عنده المايك؟ الاخ اللي راه قبلك ما تفضل خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك ميلود؟ لاباس خويا ميلود. صافا بيان؟ الحمد لله خويا. الحمد لله. كاين واحد النقطة اللي تهضر عليها ميلود. تفضل خويا هضر مع ميلود. انت
ميهوب ولا ميلود ولا انت كي تحتكر الكلمه فور اكزومبل كي يطلعوا معك جماعتك تقدر تهضر في مواضيع ما تهضرليش على التسيير تاعي تاع اللايف باسكو سي مون بريفي سي مون لايف واش في سكو جو وهذه مكتوبه في تيك توك كي تكتبها باللي مول لايف هو يسير لايف كما حب حب يحوز كاع الناس حب يهضر غير هو حب يخلي غير الناس يهضروا الور ما تهضرليش على اللايف تحب نتايا تحل لايف ديسيدي انت وكيما حبيت الله يخليك احكي لي على ما افتح ما ماشي كيسيون تفتح لايف بون معليش دوك هكذا ما قدرتش نتحاور معك معليش واش حاب تحاور خويا كيفاش احكي معايا انت كيما نخليكش تحاور تما قول لي ما خليتنيش نتحاور ما تهضرليش على الناس ما تهضرليش على الباسي باسكو ما على بالكش لماذا درت هادشي احكي لي الان واش حاب تحكي واش حاب تحاور كيما نخليكش قول لي ما خليتنيش نتحاور تفضل بيان سور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي أنا والله غير عندي برك واحد الحاجة حبيت نقولها لكم هنا والناس اللي تشوف الحاجة اللي ما فهمتهاش سيكو لو بوت تاع فو لايف دوبي دي زاني سيكو لو بوت بنت لي خويا بنت لي كيما المسلمين راهم دايرين دي لايف دروك معليش خلينا من المسلمين اخي خلينا من المسلمين معليش كي رحت عند المسلمين سقسيتهم قلت لهم سيكو لو بوت علاكم تهضروا على الدين وعلاكم تشرفوا في الاسلام معليش بصح انت اسكو جالك اميزلمون قالك بالسيف تدخل الاسلام انايا اسكو جالك اسكو انا سمعتني رحت للمسلم قلت له لازم تخرج من الاسلام بالسيف انت لو بيت ديالك عندي جا موراك كاتب انت غادي نعاود نجاوب لك انا ما جاش لي مسلم قال لي لازم تدخل الاسلام نعم الاسلام قال لي نتايا في الاسلام الله والرسول والاجماع يقول لي انت ميهوب تقتل يا اما اذا ارتديت على الاسلام يا اما ترجع بعد 3 ايام ولا تقتل نعم ربك هذا يقول الشريعه الاسلاميه قالوا ما قال لي حتى واحد قالوا السؤال الان انا جاوبتك شوف كي تجاوبك حنايا شوف حنا الذين جاوبتنيش جاوبت راحت والله ما جاوبت نتايا نعم وشنو قلت لك عكس قنع في روحك والله ما جاوبتني انا كيفاش ما جاوبتك ما جاوبتنيش اعطيني لو بوت لو بوت تاعك لو بوت تاعي راني ننشر في الالحاد بور كيل ريزون عجبتني كيما اسكو المسلم عنده الحق ينشر الاسلام ولا ما عندوش مي بصح انت اوتونك بيرسون بور كيل ريزون تو فو اسكو المسلم اوتونك بيرسون اسكو المسلم اوتونك بيرسون عنده الحق ينشر الاسلام ولا ما عندوش مي اون سون فو دوكا من المسلم انا مازال ما لقيت حتى مسلم داير لايف ويقول لكم يا خوتي كاين ايه قرانيه كاين ايه قرانيه فذكر نفعت ذكر كاين ايه قرانيه تدعي لهذا الشيء كاين اجماع وقت تقول اون سون فو على كلام الله اسكو المسلم عنده الحق ينشر الدين تاعو ولا ما عندوش انا حبيت نقول لك حاجه بون غادي نعاود السؤال تاعي اخر مره الدين ربي ما كاش واحد في هذا الاسلام انا كنخم كاع مخاخكم ما كاش واحد فيكم يقدر يجاوب سقسيني اي سؤال نجاوبك انا راني ننشر في الالحاد لانه عندي حق راني حاب وعندي متعه وراني حاب اني نشوف باللي الالحاد ينور العقل بارابول واحد مسلم بار اكزومبل انت شاكيب هذا راك تشوف راني نسال في وي في الجزائر نعم بور كيل ريزون بور كيل ريزون هذه ماشي لا ريزون هذه يسموها النتيجه الاستنتاج راك مخلوق انت واش راح تربح انا واش راح نربح راح نربح ناس ما عندهمش علاش ما تخليش كل واحد علاش ما تخليش علاش ما ديرش لايف وتخلي كل مسلم يعيش حياته علاش المسلم علاش الله والاسلام علاه ما يخليش كل واحد بدينه علاه على ما تهضرش على الديانات الاخرين هيا علاش عندكم دائما غير مع الاسلام هيا علاه غادي نجاوبك على هذه على بالي شوف مالغري عندك عقل انت خروف اسمح لي ماشي ليك انت انا نهضر معك كمسلم عندك عقل تاع خروف لانك تبع الاسلام شكون قال لك انا مسلم معليش اسمع شاكيب شكون قال لك انا مسلم مسلم شاكيب نعم انا نعم ادخل اليوتيوب تاعي تلقاني نعفس على اليهوديه ونعفس على المسيحيه في دي ديبا افيك دي مسيحيين دي كريتيان ودي جويف الو راك تيري برك على ما تهضروش على الخطا انا يا انا كل ما نطيح فيك يا خويا نصيبك طايح غير على الاسلام ما طحتش فيا بون انا قلت لك عطيتك الدليل القاطع راه في اليوتيوب تدخل تلقى دي ديبا افيك دي كريتيان اي دي جويف ونعفس على المسيحيه والاخرين تاعي راهي قلت لك عندي دليل راهي موجوده في اليوتيوب راهي هنا الفوق راك تشوف تدخل في ميهوب لتحت تلقى اليوتيوب تدخل تعبز لتحت غادي تلقى دي ديبا لا ميم شوز مون امي جاك لوفو تلقى عنده دي ديبا افيك دي جويف دي كريتيان الو راني جاوبتك على هذا السؤال لماذا علاه المسلم عنده الحق ينشر الاسلام والاخر ما عندوش الحق علاش المسلم عنده الحق ينشر الاسلام والملحد ما عندوش الحق ينشر الالحاد المسلم يدبر راسه المسلم والملحد يدبر راسه شنو غيف با مي كومبروند انت مازال ما فهمتنيش واش راني حاب نوصل لك ولك تسقسي فيا من عندي الحق عندي الحق راني حاب نسقسيك حاجه وعلاش ما عندي الحق عندي الحق نشر الالحاد حياته معليش عندي الحق نشر الالحاد ولا ما عنديش عندك الحق بصح بور كيل ريزون ما عندي اسكو عندي اسكو شوي اوبليجي باش نعطيك لا ريزون
بوركوا تو في دي لايف باش تنشر الالحاد؟ بوركوا تو في با دي لايف باش تفهم الناس حاجات اخرين؟ لماذا المسلم؟ معليش انا معليش اوكي، لماذا المسلم يدير يعني راه ينشر الاسلام؟ لماذا؟ ما هو البيزنس؟ نجر انت يا دور 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 وتعاود تولي الراس المسلم. لا باسكو باش تفهم، باش يضربك على الاسلام. باسكو راني نهضر لك بالمنطق، راني نهضر لك بالمنطق. لماذا؟ صح المنطق، لو كان تبعوا المنطق، المنطق يطيح على كاع الديانات، ما يطيحش غير على الاسلام. لاني انا مسلم، لاني انا مسلم سابق. علاش انت مسلم سابق وخرجت منه وربي سهل عليك وان شاء الله ربي يهديك وتولي الطريق؟ تقول لي باللي ما فهمتكش شكيب، معليش ناخذ غير بشويه. تقول لي باللي انا كمسلم سابق عندي الحق نخرج من الاسلام؟ دبر راسك، هذه حياتك، حبيت تخرج يعني من الاسلام يعني دبر راسك. معليش اوكي شكرا. تشوفوا شاكيب قال لي باللي نتايا عندك الحق انك ترتد على الاسلام وتخرج من الاسلام. هذا الكلام يتعارض مع كلام الله وكلام الرسول، يعني في حديثين صحيحين في ابي داود في البخاري. انت تهضر دوكا بالمنطق ولا تهضر بالقول؟ بقول الله بقول الله. غادي نعاود السؤال تاعي، مازال ما كملت السؤال تاعي. هذا الكلام يتعارض مع كلام الله، الايه 5 من سوره التوبه، مع الاحاديث الصحيحه ومع اجماع علماء الامه. مام هذا الحديث داروه العام اللي فات في امتحان شهاده البكالوريا في التربيه الاسلاميه. شاكي بشكون اللي عنده الحق، انت ولا الله؟ ربي اللي عنده الحق علينا كامل. قصص الله مولد، قصص الله قود عليا. اسمح لي ما يشفي اوبليجي بس ما نولي اترمه. تقول لي عندك الحق، تقول لي عندك الحق انك تبدل دينك، ومن بعد تقول لي ربي عنده الحق اللي يقول لك نومي هو ما عندوش الحق، وتهضر على المنطق. تقول لي بلي عندك الحق انت يا تبدل دينك ودير كلش، ومن بعد جمله من بعد تقول لي نوم، تقول لي انت مع ربي وربي واش يقول في القران ولا السنه يقول لك ما عندكش الحق تبدل، لازم تقتل. تقدر تفهمونا هذا تقدر تفهمونا ببساطه هذا الشيء؟ انا فهمني رحم بابك لوجيكمون، كيفاش انا نقول لامينه عندك الحق يا امينه تبدل الدين تاعك، ومن بعد ربي يقول نو ما عندهاش الحق، ونقول لك شكون اللي عندك الحق؟ نورمالمون انت تكون كلامك تقول لي عندك الحق، صافي دير انت عندك الحق، نو ربي عنده الحق. شحال نكره هاد الناس اللي يطلعوا يديروا لك الدروس يقول لك راك تهدر، هما على بالهم باللي الاسلام مبني اساسا على الهدي الناس. يعني في اوروبا، في شمال اوروبا تلقاهم نهار سبت دايرين طوابل وينشروا في الاسلام. ولكن انا نقولها لك، نقول لك من جايه جايه واحد القاعده في الاسلام، انه الاسلام يفرض عليك كمسلم انك الحاجه اللي تحبها لنفسك يعني ما تحبهاش للطرف الاخر. بار اكزومبل كيما العبوديه في الاسلام يحبوها وملك اليمين يدافعوا عليها، بصح كونوا اختو يجي امريكي ولا فرنسي ولا يصدم علينا ويدي اختو ولا يقول لك انه ما نحبش. ونقدر نعطيكم مثال امثله حتى للصباح. يا الله رقم 7 جماعة اللي يحب يطلع معنا يقصر، مرحبا بكم قوتي اخواتي احبابي. رقم 1 اذا كان واحد يحكي لنا قصته خروجه من الاسلام، وماذا بيا ما تكونش عندها 30 سنه 50 سنه 70 سنه، باسكو ما عندها حتى اثر. باسكو انا راني حاب ننشر الكفر باذن الله. كنت تحكي لي انت قصتك عندك 60 سنه خرجت ما عندها والو، لك حاب تهضر وكلاتك اخويا هضر وحدك، شوف المرايا وهضر، ولا قارع الساعه التاليه نطلعكم هضروا. طلعي امينه لا شفتي واحده انت ليش نطلع. اذا كنت من اهل السنه والجماعه رقم 7، انا ما نتناقش مع القرانيين المؤولين اللي ينكروا السنه. اهل السنه والجماعه مرحبا بك، ولا واحد كافر عندك رقم 1، مرحبا بكم كلكم. وي مي هوب. السلام عليكم خويا. السلام عليكم ورحمة الله. جوست 30 سكوند باش نجاوب هذا اللي كان قبلك يرحم بابك. شوف تسمى مقصر يعني والو. انا نقول لك كيف كي الملحدين كي دين ربي كاع كان حتى واحد يحترمني، انا نقول له سيل توبلي ما تكسرش الريتم وطلع على نورمال، يقول لك خليني نجاوب. اعوذ بالله قلت كتفو عليكم. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اش راك يا اختي؟ الحمد لله ميرسي الله يحفظك. سي لا بروميير فوا طلعي معايا. سي لا بروميير فوا جو تو كونتونت باسكو شحال وانا نسيي و سانا با مارشي. راكم تشوفوا تقولوا لي ما طلعش راجل، هاني طلعت راجل امينه، تقولوا لي طلع غير اسماء تاع نساء.
ني تكسب قط يعني والله غير كنت شاك فيها باللي برا ما نكذبش عليك باسكو شفت فقط لي عدد المتابعين وشفت رقم واحد فقط لي فقط لي عندك بزاف تبعي فينا Ça fait pas longtemps, là, ça fait pas longtemps. Anna, j'ai découvert quelque chose le Coran, ou ça fait pas longtemps j'ai découvert l'islam, c'est pas une vraie religion. C'est pour ça, les petites nhaous, m'aiment nader, quoi. M'aiment goul, m'aiment nader, là. Et, fracht bzaf, l'kit bzaf nas, en tout cas, l'Algérie, اللي هما تاني ما راهمش يؤمنوا بالاسلام وخرجوا منه كيفاش عرفتي قلتي غير بارازار ولا بارازار حوست برك على الاسلام كريتيك حتى بداو يخرجوا لي بزاف تاع لي بون لي بيرسون كيما انت كيما جاك لو فو كيما كاسوس اتسيتيرا بغيتني نحكي لك على كيفاش خرجت من الاسلام ولا على حاجه بيان سور فازي قولي لنا كيفاش وشنو الحاجه اللي خلتك انا ان فات بغيت نولي اون تري بون مسلمان ما قنعتش ستادير اللي كنت نسمعه منا ومنا ما قنعنيش مي باسكو وليت نبغي ستادير بغيت نولي اون تري بون مسلمان بديت نحوس ولقيت دي جون كي كريتيك الاسلام دخلت Mais heureusement, Anaya, je ne suis pas quelqu'un qui est, c'est-à-dire, m'blala rohi, quoi. Qui n'sma wahdi critique, n'sma la. C'est-à-dire, même si je ne prenais pas ça en considération, zaman goul, andah l'haq ou la haja, mais j'ai écouté. Hatta wasalt les coranistes, ils goulik, kifash le salat, li rana salloha, ma kaynash fil Coran. بون حوست حوست حتى شفت روحي بديت ستادير بديت نشك في كلش ابخي قلت بون انا نعرف العربيه ونقد نقرا القران وقريته ديجا القران جو في اسيي دو تروفي ستادير اون ريبونس لهاد ليستوار اسكو كاينه منها صلاه كاينه في القران ولا ما كاش كي بديت نحوس با فوالا لقيت بلي سي فري الصلاه تاعنا اللي نعرفوها سي ما كايناش في القران في القران وسيتي سا كي ما كي سادي بديت نحوس وشفت بلي ما كانش منها تما اللي دخلني تاع صح الشك وشوية شوية فوالا عرفت بلي كاع هاد ليستوار تاع الاسلام كذبة كبيرة ما كانش منها ولا فامي على بالهم ولا مخبيه وي على بالهم باسكو بالك اوغوزمون ولا مانيش عارف اخويا الكبير بكري كي كنت انا صغيره هو بروحه كان ان كومونيست وما يامنش ما يامنش بربي وما يستعرفش بالاسلام وكان يقولها نورمال في الدار وما كانش لي واحد زعما كي مال رياجي باسكو هو الكبير في الدار بالك هذه هي اللي سلكتني سي بور سا كي نسمع دي جون يكريتيكيو القران ولا الاسلام ولا ما كنتش ستادير نرياجي كيما بزاف تاع لي مسلمون ما كنتش نوض ندابز كنت نسمع وصاي كنت نقول صح خويا الكبير كان كيما هكا كوا دونك عندك صحاباتك يخمو كيفك وكلش ولا نو 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 انا ساكنه في اون المانيا دوبي تري لونتون و ما عنديش دي زامي ما عنديش ما نعرفش بزاف ناس ستادير ميم لي زالمون ما على بالهمش بهاد الصوالح ما عنديش معاهم نهضر هاد ليستوار تاع الاسلام والحاجه اللي لقيتها على فان اللي زعما فريمون كملت الباقي كيما يقولوا سي كو جي ديكوفير لو نون تاع الوهيم في القران C'est sûr, bon, on est semak depuis longtemps. Tu sais, quand une kelma yqoulouha f enfin nlqawha f sourat bzaf le Coran, hiya Allahumma. Kelma Allahumma. En arabe, ma عندها aucun sens cette kelma. Normalement, il يقول لك Allah, mais ma يقول لكش Allahumma. Qui bon dit نقلع التشكيل اللي كان في القرآن. نحيت كاع التشكيل هذاك اللي كان في القران لقيت باللي اللهم هو الوهيم
قد تقراه إلوهيم. انت مسيحيه؟ نو نو، ماشي مسيحيه، سادي في الكوران، في القران. عرفت باللي افيك لو طون قلت لك وليت نحوز، لقيت باللي لو مو الوهيم، لو نون تاع تاع ديو لو جويف، هو الوهيم. وهذا الالوهيم لقيته في القران، فهمت كيفاش؟ كاين في بزاف سورات، في ثلاثة تاع السورات ان توكا اللي لقيتهم انايا، لقيت هاد الكلمة تاع اللهم اللي هي في الأصل إلوهيم ومشي اللهم. دونك هادي هي اللي خلاتني نكون سيغ 100% بلي لوريجين تاع الإسلام و تاع لو كور ان توكا سي اون اوريجين جوديو نازاريان، و ما عندهاش أي علاقة مع هاد الإسلام اللي اخترعوه. اخترعوه، داو هذا النص القرآني وبناو عليه اون ريليجيون جديده سموها الاسلام. فرحتي كي دخلتي تيك توك ولقيتي بزاف ولاد بلادك؟ فرحت ولا لا فرحت، قلت كيف هذا انتشار الالحاد في الجزائر وانا الاخبر. لا ترو ترو بيان، ايبا ني فرحانه بلي شوي با توت سول، ماشي غير انا اللي نخمم كيما هكا. Voilà, il y a ma petite contribution. Merci beaucoup à la chahada تاعك و كيما قلتي ما كاينش وحدك. لا يعطيك الصحه. راهم لا يعطيك الصحه. Merci ma chère و مرحبا بك و welcome to the group كيما يقولوا. يسلمك، je suis trop contente. لا يحفظك. Au revoir. Merci. هذه ميسي سيبا ولا امينه حبه تطلع، ما عندهاش بزاف متابعين ولا واحد راجل ولا. مانيش عارف، لازم دير لي متابعه، je pense pas بلي تقدر تطلع الا ساكن في اوروبا. دعي لعمي تبوني طلعك، بس جو بونس با تقدر تطلع، لازم ولا تطلعي. اللهم اني بون، اللي يحب يطلع معنا، اذا كنت مسلم اكتب رقم 7، اذا كنت من اهل الجنة، اذا كنت من الكفار اكتب رقم 1 سيلفو بلي. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا باس. سلام، تفضل ام بي قبل لهم بعد نروح عند صبار. صبار اغلق المايك تاعك تكون جاي عندك حبيبي. شكرا. خويا راك مليح صح؟ لاباس؟ لاباس خويا تفضل. الحمد لله ربي يشكرك خويا. شوف انا دوراني نشوف فيك ما نكذبش عليك. راك فاهمني خويا؟ والحاجه راني نشوف فيها انشار الالحاد في الجزائر. تنجم تفهمني شاي هذه؟ حد الضجه اللي عمي تبون شنقريحه باللي رانا قريبين حاجه. معليش انا غير بين نفهم برك. وي وي، رانا قريبين نلحقوا 40% من الكفار في الجزائر، يعني خرجنا انا نخرج الناس المسلمين من الاسلام. صح. عرفت بلي النبي عليه الصلاه والسلام بشرنا بهذا الشيء اللي راني نشوفه فيه دروك، قال لنا غادي يجي وقت غادي يكثر الالحاد في المسلمين، وغادي امه المسلمين غادي يروحوا للالحاد. سمع هذا الشيء اللي نشوف فيه، سما راني ديجا سامع به، راني عارفك فاهم، رانا في اخر الزمان فهمني. يعني الرسول هضر عليا. النبي عليه الصلاه والسلام هضر عليك وعلى اللي كيفك، هضر عليه هنا كاع، هضر عليكم كاع. أيوة قال لك بلي غادي وراه جاي مسيح الدجال اكثر منك، انت كاع ما تباش. باباك يرقي له يحييه لك مقبر. صاي؟ وربي كاين والنبي عليه الصلاه والسلام كاينين والدين كاين وعمر عليك وعمرك ولات غادي شوف هذا توفيق ما عند الله، شي راك دير فيه يا لو كان الجزائر كومبلي تولي ملحدين، ربي يوفقك. باسكو انت سبب من اسباب يوم القيامه. غير باش نفهم خويا هذا ما كان، والله يهديك. ان شاء الله ربي. كاين عذاب القبر فيه. اخي معليش انا شو انا مانيش نعاير فيك، انا نطلب لك الهدايه ان شاء الله ربي يهديك، ربي كاين الدنيا ما جاتش وحدها. انا ثاني نتمنى ان بابا نوال يهديك. ما كان بابا نوال ونتمنى لك ربي يهديك. باسكو كاين. أمبي 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 يا دين ربي، تقدروا كي تسقسيكم واحد تقدروا تسمعوا شويه. وا فازي فازي فازي. وا مصباح وانت خليني. وين السيدة عائشة؟ السيدة عائشة ما كنتش تسمع فيا، ما كنتش تسمع فيا. لا سمعتك والله، لا سمعتك بصح ما سمعتنيش. مستحيل لو سمعتني كنت طرحت سؤال. انا نقول لك باللي قلت لك باللي انا ولا انت ما نقدروش نفسروا القران. نفسروا القران السلف الصالح الصحابه هما يفسروا هذه الايه باللي راهي تهدر على الطفله الصغيره التي لم تحض. السيده عائشه رضي الله عنها حاجه الاولى، هذيك من نساء الجنه، هذيك مخيره، والنبي عليه الصلاه والسلام نبي مختار، ما تنجمش تكومباريه معك انت ولا معايا انا.
هذاك نبي، هذاك سيد الخلق، ما تنجمش كومباري معاك ومع ايه، حتى هو يدير الغلطه هو ما تنتسماولوش غلطه، باسكو هو نبي، هو ما لا ينطق على الهوى، هو ربي يقول هذيك دير ديك الحاجه، كي يديرها ربي ينزل ايه يقول حرمت عليكم ديك الحاجه اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم، كما عبس وتولى ان جاءه الاعمى الا يدرك لعله يتزكى، خله هو نبي، هو نبي النبي عنده معليش النبي 54 سنه عنده الحق ينيك طفله صغيره عندها 9 سنين. ما تفهمهاش بالمقصود تاعك تاع عينيك هذيك الكلمه هذيك، فهمني ولا لا؟ واش دار بها؟ واش دار بها؟ كي خلى عليها عندها 9 سنين هو ما تفهمش معاك هذاك سيدي معليش استاذ هذا معليش صبر من فضلك تقول لي عندك وهضر واش حبيت سير تبلي ما تخليش نهبطك ما هو غادي نهبطك معليش صبر اغلق المايك تاعك تقول لي عندك وتهضر واش حبيت انا قريب نكمل مع السيد خليه السيد راني قصر معاه ولد بلادي رانا نحكم الور الرسول صلى الله عليه وسلم كي دخل على عائشه 54 سنه كاهل كبير سنيه كانوا طايحين يعني كان كامل ودخل على وليه ثلاث سنين ما تقولش هكا نبي مختار هذاك 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 عباك المناسم تاعك ماشي انا هذا الحديث صحيح نقول لك سنيه طاحوا في الخلق هذاك مختار هذاك ما تشوفش لاش تاعو هذاك 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 هو يدخلنا الجنه هذاك ربي لو سول اللي طاه عطاه عطاه كيما نقولوا الشفاعه هو يشفع لنا شنتا وانا احنا اللي دخلنا الجنه انا مانيش باغي كيما نقولوا امه المسلمين الوقت الفساد اللي رانا فيه والتكنولوجيا هذه كاع من تخطيط الكفار راك فاهمني هذا التخطيط راه يوصل لها غير بالسياسه والحاجه اللي تفرحني انا شايله سوك النبي صلى الله عليه وسلم بشرني بهذا الشيء قال لي سوف ياتي في اخر الزمان من ينشر الالحاد في امه المسلمين وستكون الفئه الكبيره ملحدين دوك انا على بالي ومازال مسيح الدجال اكثر منك والله لا ما تبانش اكثر من اللي والله ما تبان ما كان راه جاي وقت صحيح. الرسول كي دخل على عائشه 90 انا غادي نعمل انا غادي نهضر ولا نهضر شويه الرسول كي سنيه طاحوا في غزوه احد وكان كبير وكان فيه القمل كما يقول البخاري في صحيح البخاري في الحديث تاع ام حرام وتخلى على غريانه صغيره كانت تلعب في الارجح وما كانش على بالها باللي تخلى عليها تقول في حديث صحيح لم يروعني ضحى الا رسول الله يعني خلعها وتخلى عليها واش دار لها كي تخلى عليها؟ نبي الله هذاك شي كيما تا واش دار لها واش دار لها؟ بصح نبي الله هذاك يعني نبي الله هذا واش دار لها؟ اسكو عنده كيما هكا ولا ما عندوش؟ سبحان الله صاحبي سقسيك حاجه وكونك لوجيك معليش خلينا من النبي صلى الله عليه وسلم في ميزك هاد السماء وهاد الدنيا وهاد هاد الشمس اللي تطلع في النهار وهاد القمر خلقه بنادم كيما انت انا شكون شكون هذا ديريجي تور تور هو اللي خلقه تور تور الاله تور شكون تور بيانسر اللي خلق الله خلق الرسول خلق كاع العالمين خلق الشمس خلق السماء خلاص ثم انت عندك اله داخر بيانسر انبي نقدر نسقسيك انت كتبان انسان محترم عجبتني ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت مسطحه ولا كرويه؟ انا بالنسبه لي مسطحه ما يخزيك والله يحفظك يعطيك الصحه وما وما كانش يطلع على القمر وما كانش لي زاد يطلع على القمر ولا حول ولا صحبي صحبي رب انا لا قلت لك الارض مسطحه بس هو ربي قال لك واذا الارض سطحت وي عندك الصح بيانسر وسطحوا القمر القمر هذه دانيير مو هذو ناسا طلعوا القمر بالتيليسكوب فوق عشان شافوا صابوا صابوا القمر مشقوق والنبي صلى الله عليه وسلم قالنا باللي هو شق الكفار القمر باش يامنوا يا خويا مش روح حوس في النازا لا ديرنيير ديكوف راسو التالية صابوا القمر مشقوق شكون شقه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة والقمر والقمر مسطح ولا كروي القمر كروي شك تشوف فيه انت اوكي هيا بيان هيا مليح انت سمع سمع انت كي راك تشوف فيه انا كي قلت لي زين السماء الدنيا بزينه الكواكب هادو كاع ربي يزينهم لينا حنا قال لك كادو من عندي ربي سبحانه كريم زين يعني السماء يعني هذيك القصه تاع الشيخ القمر انا وانت ما زين ما تقولش نهضروا نعيشوا كاع معليش انا عايشين برحمه ربي حبيبي انشقاق القمر كاين منها هذه ماشي خرطي كاين منها انشقاق القمر روح في لاناسا لاناسا كفار ديكوفراو ديكوفراو بلي كاين القمر مشقوق وشقوا النبي عليه الصلاه والسلام فشق لهم القمر يا صاحبي روح سي حوس روح حوس تصيب انا راني معاك في الارض الارض مسطحه بس هذو الكفار بغاو يقرونا قرايتهم وهي قرايه ربي هي الصح القرايه راهي في المصحف صاي قال لك مراجع البحراني تقيا ساعه تبي سقسيك نبي عايش في صحراء في 14 قرن يقول لك يقول لك مراجع البحراني تقيا بينهما برزخ ولا يبغيان في 2019 يديكوفروها راك معايا ولا لا دوك كاين دي بروف على النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي قناعه في الايمان تاعي خويا معليش انا ثاني شق هذه ثاني شق النبي ها شنو البحرين شق النبي هذه هذه ربي هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مراجع البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان باللي كاين كاين بلاصه في البحر جوج تاع بحور ما يتلاقاوش صابوها ولا ما صابوهاش تقاري تحوس
هذه تاع غير البحور اللي ما تلاقاوش، هذه جامي سمعت بها. مالا انت ما زيد حوس باش تهدر صاحبي، ماشي غير كيما هكا تهدر على بالك، زيد حوس غايه، زيد قرا غايه وروح انشر الالحاد، ماشي غير كيما هكا والله. سيعفني هذه نصيحه من انا، ربي يصلي عندك بالك الهدايه والله. زيد كاين معجزه، كاين معجزه، كاين معجزات وقت اخرين ولا غير هذا زوج؟ لا ودي معجزات كاين اللي ما نعرفهمش كاع انا، كاين معجزات الهيه، كاين ودي بزاف صغار بزاف. ونزيدك حاجه، الانبياء كلهم من سيدنا ادم ورواه كاع مسلمين، ودو الجنه مبنيه بناء بلا اله الا الله محمد رسول الله، والموت كاينه صاي اللي راهم اللي ماتوا وين راحوا وراهم، تا في ميزك تا وراهم. هاد الدنيا كاع، هاد الشمس، هاد القمر، هاد الكو ما تكملش، خلقها واحد كيما انا وانت، باينه بلي خلقها رب. دوك تلو باش ربي يسلك نبي ويقول لك امنه بالسيف عليك، سي دادي راه كاينه حاجه لوجيك، شكون خلقها؟ سيدنا حمزه رضي الله عنه. كي دخل الاسلام، على دخل الاسلام؟ قال لك راهم يقولوا يكتبوا الجنين، وشنو هذه الجنين هذه؟ لا وهذه تاع عائشه رضي الله عنها، هذا هذه ديرها مليح في راسك، بس باش كيما ما تغلطش الناس، هذيك مختاره، هذيك سيده من سيدات الجنه، ام المؤمنين، وهذاك نبي مختار سيد المرسلين. ماشي تقول لي حكمه هنايا تزوج بها باش تحفظ الاحاديث؟ ولا حكمه باش ربي يحرم باللي المراه ما تزوج قبل كيما نقولوا المحيط تاعها، قبل ما يجيها الحيض ما تزوج. زوج النبي صلى الله عليه وسلم باللي خير منا، باللي النبي صلى الله عليه وسلم خير منك وخير مني، او مو خير منك او شك حاسب هكا حاسب كيفاه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم خير منك، هذاك سيد الخلق ماشي كيفاه، ماشي كيفك. والله ما كيفك يعني تزوج بها باش المراه ما تزوجش قبل. هذيك ربي، ها شكون خلق عائشه؟ شكون خلق عائشه؟ وشكون خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون خلقك؟ هو يحكم، ما كاش اللي يحكم من غير ربي سبحانه، هو دار حكمه في هذاك الشيء، هو على باله علاش؟ ها عائشة رضي الله عنها بنت أبو بكر الصديق، يا بنت كيما كرم الله وجهك، لا ماشي هو، علي بن أبي طالب حرك كرم الله وجهه، اسمح لي، سمعتني خويا؟ والله زيد حوس، حوس غير في لا نازا، تشوف غير اللي قمر مشقوق راه هضر معايا، والله نعاودو نطرحو في لايف، مين تصيبها قول له، معايا خلاص، لا نازا، غادي تصيب القمر مشقوق، وقول لهم باللي النبي تاعي هو شقكم القمر، أنتوما جامي وصلتوه، صاي؟ ومازال ما ديكوفر، مازال العلم، مازال ما قال لك وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ما غاديش تدي العلم كامل كاع وجامي. وحاجه الاولى اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتقنعني ونوما متقنعك، كلمه اقرا، انت كي تدخل وتقرا اقرا، وكاين شي سكي قران قريته مليح، شتا كي داير ما شتاش؟ شتا صح ما فهمتش انا القوانين الالهيه كي دايرين ولا ما شتاش؟ ولد بلادي واه باغي نسقسيك انت يا بايزم، هذه من حمور هذه؟ شو ولا؟ هذه المراه هذه اللي الفوق هذه، انت بايزم تعرفها باللي هي ما تقراش، هي تعرفها باللي هي ما تعرفش تكتب، واه وتقول لها اكتبي بالسيف. هاو بالسيف تقرا بالسيف، هاو عندها رساله، هاو قرايه بالسيف علينا كاع اللي كاع نقراو ونتعلموا. كيف ما تعرفش تكتب؟ علاك تضحك صاحبي؟ على انا نضحك عليك؟ انا في لا قلت له لا استعمل تما ربي كي قال محمد اكتب، قال له اقرا وعلمه القرايه. تضحك اباك تضحك كيما يضحك ابليس، والله ابليس يضحك على النبي صلى الله عليه وسلم كيما هاك. لا 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 قال له النبي كاع ماكش قال ربي سبحانه، قال له وعزتك وجلالك لاغوينهم اجمعين، ربي وفقه، قال له بصح وعزتي وجلالي لاغفرن لهم اجمعين. صاي صاحبي ما تغلطش والله، ساعفني ما تغلطش. كيفاش قال يعني الرسول الله كان يعرف بلي محمد ما يقراش؟ كيفاش قال هو يقريه، هو يحكم فيه، هو خلقه، شكون خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون يحكم فيه؟ طيب بصح يعرفوا بلي ما يقراش، كيف قال هو يقري؟ ما يعرفوا بلي ما يقراش، بصح يقريه، يقريه قراية ربي، يقريه هو يقريه، قال له اقرا، قال له اقرا، قال له ما انا بقاري. سيدي حكمة من عند ربي، هذه حكم هادو، علاه جاه في غار؟ علاه ما جاش في قصر؟ علاه جاه في غار؟ علاه جاه في أبسط الأشياء؟ كي الإسلام راه واصل كاع العالم، بدا من بلاصة من صحراء واحد ما يعرفهاش. طاح على الروم، طاق على الروم، طاق على الفرس، طاق عليهم كاع بقدره الهيه، ماشي غير كيما هكا، ماشي غير كيما هكا. نهار اللي وقت نهار اللي يكثر الفساد، ربي اش يدير؟ يدل العباد تاعه. من يكثر الزينه والشراب واللي حرمات، ربي اش يدير؟ يطيحهم. نهار اللي كانت الدوله العثمانيه الاسلام كان منتصر، بصح مين دخلوا عليها الزينه وشرك بالله والصوالح هادو، ربي عاود طيحهم. راهي جايه من اللي بدا النبي صلى الله عليه وسلم ورواح. تقول لي هذه المصائب تاعنا هما السبب تاعهم بايزون كيما العراف الجزائر كيما تسوى. هما السبب اللي رانا فيه، وباش انت تهضر معايا هكا وكاع، هذا السبب تاعها الفسق. الفسق اللي راه صاري، ربي راه غاضب علينا، راه مخلينا كيما نقولوا للشيطان هو يدبر راسه. صاي فهمت؟
بصح فكي تروح لوروب، انا كنت في الطليان كانوا غير لابسين لوروب. لوروب يشاهدوا يدخلوا الجنه دولو بشي كيما حنا. لا لوروب اسمع، كي كنت في الطليان غير غير عريان، واه غير عريانات هاد البزازيل غيبانوا بصح بصح ربي ما خرجنا طاي طاي هذوك ديريكت ما كاش ربي. بصح كيف احنا مسلمين عندنا الاسلام ونديروا هاد الصوالح، حنا اللي حاسبنا ربي هما يعطيهم ربي الدنيا. قال لك شوف الدنيا سجن الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. باسكو ربي قال لك الجنة عرضها السماوات والارض بيدخلها باطل. هاو الجنة تاع كي دايره ولا ما تكش تخيلها، هاك بيدخلها باطل ولا تخدم في الدنيا، تخدم خدم في الدنيا، خدم عليها جنة. صلي واش دير كاين اللوجيك لك، كاين عطاك ربي عطاك هذاك شوك ربي قاع طعنا، انت على بالك وانا على بالي. صاي خلعتني كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 11 زوجة وكان عنده 4 تاع لي زيسكلاف سيكسيوال. انت كنت معاه؟ حديث صحيح في البخاري ومسلم وطبراني. ماشي قال احاديث صحيحه، ماشي قال احاديث صحيحه. النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده 10 نساء. نعطيك الاسامي. لا ما تعطينيش اسامي، خاص يكون كاين اسامي فوق، كاين ديجا احنا طحنا دي حساب. لا هذا هو المؤمنات يا اخي. يا استاذ خديجه ام المؤمنين، سوده ام المؤمنين، حفصه ام المؤمنين، صفيه ام المؤمنين، عائشه ام المؤمنين، زينب ام المؤمنين، هذو امهات المؤمنين يا اخي. واه كيفاش الرسول كان عنده القدره على يعني 11 امراه وقال لك اني مر عليهم في ليله واحده باسبوع. ربي يطال قوه سبحان الله، ما تكون باريش روك مع ربي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي يطال 10 وانت عندك 4، ماشي كيفها انت صاي فهمت؟ ماشي كيف تا النبي صلى الله عليه وسلم هو عطى 10 وانت عطاك 4، باسكو انت والنبي صلى الله عليه وسلم شي كيف هو شاف سدرة المنتهى، شاف سيدنا ابراهيم، شاف بيت المعمور، شاف موسى في السماء الخامسة، شاف الجنة، صلى بالانبياء، شاف كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شي كيفك، ما تكش تكومباريه مع الناس تتفاهم فيهم زعما باللي هو كيفنا وعلى هو هكا، ما تيكش، ما هذه حاجة واحدة أخرى. برافو عليك والله، غير انت ما نكذبش عليك ما شاء الله، خطر على خطر ارواح لنا هنايا، باسكو هنا بزاف هذو ناس جاهلين ما يعرفوش الدين. قال لهم شويه على صدرة المنتهى. ها يا لا يفتي عليك ان شاء الله. خليزان الصدرة اسكو صدرة المنتهى هذه هي الصدرة. ها؟ صدرة المنتهى اسكو هي الصدرة، باسكو حنا في خليزان الصدرة عندنا هذيك اللي فيها الشوك. راك تقصر. ولا والله والو والله كيما هكا في خليزان عندنا. هذه صدرة المنتهى باك شايلها؟ لا. هذه وين كاين ربي وكاين القلم وكاين كل شيء. اسمح لي والله انا كنت حاسبها هذيك السدره اللي فيها نبق. اي الله يسهل صاحبي، الله يفتح عليك ان شاء الله. المهم خويا انت باش راك تقصر عليا، بس تادير ما صدتش تجاوبني صحيح؟ لا برافو والله غير فهمت. والله ما صدتش تجاوبني بصح تقصر عليا. الله ينعشى والله حشا. شوف كيقولوا كاين شيطان الجن وشيطان الانس. بركة الله ينعش الشيطان، بركة ما تخسر في أمة المسلمين، بركة ما تكون واحد من اللي يخسروا في المسلمين. وانتم راكم تسمعون على الشيطان كاين رب. او قلعني ماذا اللايف هذا. لا ريح تاع الشهر، ريح نجيب لك عتاي. السلام عليكم، كيف داير ميهم؟ صافا؟ صافا خويا. انا صافي لوطو نحوس عليك، هذا شحال وانا نسمع فيك وكاع. تسمع فيا؟ وي. انا راني باغي غير حاجة منك، الله يجعل بربي ان شاء الله ديرها، باسكو الناس اللي راهم يطلعوا عندك كيفي وكيف الناس اللي ناقصين في الدين، باسكو حنا ناقصين في الدين. ان شاء الله بربي يطلع عندك واحد اللي يعرف الدين كامل وتتناقر معاه بحاجه تاع سيري زعما في الدين، هاشي كاين شي ما كاينش، باسكو الناس اللي راهي تطلع معاك في الدين ناقصه في الدين ويقعدوا يسبوا ويقعدوا يعيروا شو اللي يطيحوا من القيمه تاع الدين تاعنا. الله يجعل بربي ما يزيدوش يطلعوا معاك، ما يقعدوش يعيروا، باسكو باش يطلعوا معاك نورمالمون يعطوا لك حاجه تاع معلومات تاع الدين تاعنا الاصلي، ماشي الدين تاعنا اللي رانا فيه 2024. تسمع فيا ميوب؟ وانا نسمعك كل يوم. تسمع فيا؟ اي اوكي خويا. انا نسمعك كل يوم ونتقبل شارك تهدر ونتقبل كل شيء، باسكو انت شارك تهدر سا ديبون تي في راسك بانت لك امورات ماشي هكا زعما تجي معك في الراي تاعك، بصح انا واحد من الناس كي شغل ناقص في الدين ما نجيش نهدر معاك وانت عندك العلم والدين تعرف اخر تاعي اخر مني انا، راك فاهمني؟ تسمع فيا ميهوب؟ وي انا نسمع فيك حبيبي، ميرسي على هذه النصيحة. انا مادابيا يطلع معك انسان يكون كامل في الدين باش تتناقر معاه وتتناقر معاه من الآل للبي واي حاجة شو اللي كاينة في الدين يشرحها لك وانت تشرحها له وتتفاهمه.
الناس اللي تطلع مع الناس اللي تطلع مع تفضل دقيقه برك جناب الا راك حاب تشوف ميهوب مع الناس اللي يعرفوا الدين كاين لا شين يوتيوب تاع ميهوب وجامه سي لو ميم نو تدخل لا شين يوتيوب وتشوف النقاشات تاع ميهوب مع رجال الدين انا نسمع كاع لي فيديو تاعو ونسمع الناس اللي يهضروا على اليوتيوب روح لليوتيوب وتشوف لي فيديو كاين دي فيديو وين هضر مع رجال الدين ميهوب كي هادي 5 جور ما جاش ومنا بروح انا تمسوس قلت هذا ميهوب راه كل يوم نسقسو عليه ميم صاحبي اللي راه معايا كل يوم نبغوا نسمعوك ماشي نسمعوك باش نديرو عليك باش نستفادو كاش حاجه اللي راهي مغلطاتك وكاش حاجه كيما راهي بينت لي كلنا بس خليني نهضر واحد فريق نهضر واحد شفتي ما دام تشوف الخف ساعه ما دام السلام عليكم باش نهضر معاك اختي الا بغيتي واخويا شوفي اختي بغيت نقول لك غير حاجه باش ما تغلطيش النبي عليه الصلاه والسلام راه مبلغنا باللي في اخر الزمان غادي يكثر الالحاد والنشر عليه غادي ابليس هو اللي غادي يتكفل بهذا الشيء اختي ها كاين احاديث كاين دي بروف كاين احاديث لا كاين احاديث ضعيفه وكاين احاديث نفس الهضره اللي تفكر فيها ميهوب شوف شوف امبي حاجه عندها 14 قرن وتشوفي هضروك اعطيني مثال كيف انا نعطيك مثال اعطيني مثال حاجه سمعتها عندك 14 قرن وتثبتها لا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في اخر الزمان سوف يكثر الالحاد والنصر شفت انت وقيله عندك معلومات مليحه كنت نسمع فيك مع ميهوب عندك واحد المعلومات مليحه في الدين على بالك واش كان متنبأ محمد بنهايه العالم بقيام القيامه ونعطيك حديث كاين حديث معليش امبي نقول لك هذه برك كاين حديث وين الرسول تنبأ بقيام الساعه قبل ما يشيخ امبيبي في هذاك الوقت شحال عنده من قرن من اللي مات هذاك البيبي والقيامه مازال ما قامتش كيفاش هذاك البيبي مازال ما ماتش ولا البيبي مازال ما ماتش الله اعلم لا ما قالش يموت قال قبل ان يشيخ هذا الطفل ما قالش قبل ما يموت دونك القيامه الله راهي لا تقوم اختي سمي هذا حديث أمبي غادي نقول لك حاجه دروك خلاص باسكو شوف انا ما نكذبش عليك انا كنت هذا حديث تقنع به معليش من فضلك اسمع لي غير هذه ما نبيش نبأ بالتطور معليش اسمعني من فضلكم باسكو عجبني صاحبك اللي هضر معايا باين بلي ناس ملاح وانسان متربي غاضني باسكو قبيلات كنت نتقاعد ما نكذبش عليك باسكو انا راني حاب نكون صريح معاك باسكو صاحبك غاضني عجبني الوغ انا كنت نتقاعد باسكو راني نقول لك باسكو كنت تقول فيه واحد الجهل يعني ما يقولوش واحد دخل المدرسه باريزون ماشي قاق القمر والناظر معليش تسمع شويه باش تفهم واش كتقول باريزون كيما قلت لنا كاين انشقاق القمر والناظر هذا يقولوا انسان جامي في حياته دخل المدرسه روح شوف النازا انت ماشي بتعلم انت ماشي بتعلم شي انا معليش عمي هذا الكلام اسمع هذا الكلام ربي صاحبي بون خطره الجايه نهبطك اسمح لي شوف هذا الكلام تاع انشقاق القمر ما كاش منه واذا خاطبكم الجاهلون فقوا السلام روح الله يسهل عليك اقلع اللايف اقلع اسمع هذه النازا بروحها دارت كومينيتي شوف النازا بحد ذاتها دارت كومينيكي على بالي بلاك تسمع فيها بلي قالت لهم هذا الجهل الناس اللي يقولوا بلي القمر راه انشق وكلش ما كاش منها خرطي يعني جاي تهضر مصباح انشقاق القمر وما رجل البحرين وكلش هذا الجهل هذا ما كاش منه سايكزيست با حبيبي صافي بيان تي حبيت برك نفهم واحد الحاجه ميهوب انت راك مقتبس غير العفايس تفهمهم انت في الاسلام هذا السلطانه تقدري تغلق المايك تاعك نسنا نهضروا مع الاخ زيد وبعد نجي عندك بارك الله انت من الاسلام راك مقتبس غير العفايس يساعدوك نتايا وكيما نقولوا يردوك نتاك فاهم ميهوب هاك تسمع فيا ولا ماكش تسمع فيا بارك الله فيك انا برك ما جيتش نهضر ما فهمت زيد الا فهمت السؤال تاعك قلت في الاسلام كاين صوالح ملاح وصوالح ماشي ملاح
ما قلتش انا صوالح مليح وصوالح شي مليح، كاع الاسلام كاع مليح صاحبي، انا ما تناقش الاسلام. زواج صغيره مليح ولا ماشي مليح؟ وشنو؟ زواج نعرف الاسلام، حبيت برك نوجه واحد الرساله هذا ما. زواج طفله صغيره مليح ولا ماشي مليح؟ كيف زواج طفله صغيره مليح؟ يعني في الاسلام كيما الراسول 54 سنه فرقع وحده عندها 9 سنين. هذه حاجه مليحه ولا ماشي مليحه؟ عادي نورمال، حللها مادام حللها ربي مليحه. اي حاجه يحللها ربي مليحه نورمال. عندك شك في هدايا؟ قول لي برك، الا عندك شك في هذه اي حاجه يحللها ربي حلال. زيد أقول. زيد عندي سؤال ونسكت وخليك مع امينه. ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت؟ شكل الارض بالنسبه لك انت يا ما على باليش، ما خاطيني العلم انا هذا. اي خلاص خاطيني هذا العلم علي. انت تنشر هكذا شكل، واش دخلنا في شكل الارض؟ لا غير حبيت نعرف. تفضل مع امينه. اه ميرسي سوالي اون فاصون على ميرسي بارك الله فيك صحيت ميرسي بوكو مون امي صحيت واش احترم لي شويه هادي نربي وي سلطانه لا العظيم الو الو مدام مساء الخير مساء الخير en fait je suis tombée sur votre chaîne là ce que vous je compte pas trop quand même parce que vous racontez sur l'ilhad musulmans et tout ça vis-à-vis the wedge sarirat je suis tombée sur une vidéo il y a longtemps il y a au moins 3 ans comme ça en fait Aïcha radhiyallahu anha elle avait pas 9 ans elle avait 19 ans elle se manait wow. Wow, elle avait 19 ans. Non, Hada, Hada, c'est un français. C'est un mathématicien. Bah oui, ça doit être sûrement vrai. Comme c'est un français, c'est. Non, je peux pas. Non, non, je peux pas vous dire vrai ou faux. Hein. Moi, je peux pas savoir. Quand on a les calculs, t'as. Sultana, Sultana. C'est maïfien. Mais non, il a fait les recherches. Sultana, c'est maïfien. Non. Sultana, c'est maïfien. Oui, 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 je vous écoute. يعني وي لا تسمعي فيها نختصر لك يعني هذا العالم الغربي الاوروبي الشباب القابل يعني 6 سنين يقصدوا بها 16 و9 يقصدوا بها 19 صح ولا ماشي صح؟ نو ان فات ابارامون لي عرب جوسكا بريزون في اليمن اي تو ان بار توجور لو دوزيام شيفر با لو بروميير شيفر كي فيان دو تيكسبيكي دونك 7 او ليو دو 6 سي 10 او ليو دو 9 سي سا بلي سيزون كيتقول عائشه في صحيح البخاري 5134 وكيتقول في صحيح مسلم 1622 وكيتقول في احاديث قال لهم وي قال لهم بلي 6 سنين 422 وي وي قال لهم وكيتقول 9 سنين سافي دير 19 مي الغبي هذا نتاعك اللي كيتهضر عليه il savait pas qu'il y a un hadith authentique qui dit que عائشه كي ماريا justement il a cité le hadith ما زادنا ربي مازال ما كملتش مازال ما كملتش je peux pas tu peux pas comprendre mais à la belle على باله هذا الجاهل بلي يا حديث اوتنتيك كي ديك تزوجني النبي وانا بنت 6 سنين ودخل بي وانا بنت 9 ومات عني وانا بنت 18 اعلم الو كنا تروبي شي حاجه اتون 1622 كي لقاو جابوا له الحديث 1422 الو كي لقاو هذا الحديث اوتونتيك اللي هو في اعلى درجه صحه جابوه له قالوا له مسيو لو بلون الشباب الاوروبي اسمح لي مي هو انا توسكي حديث ما نكذبش عليك المايك انا نغلق لك المايك مازال ما كملتش مدام كومون تي فا كومبخوند كي مازال ما كملتش هذا الحمار هذا اللي كتستشهري به واش قال؟ قالوا له مسيو ريغارد يعني حديث اوتونتيك البخاري كي ديك عائشه اللي كيما غير كون هذه سيزون ولا هذاك اللي كونسومي لو ماغياج كون افي 9 اون اي لي مور كون افي 18 اون بقى يشوف قالوا له اسكو تي بو من اكسبليكي سا لوجيكمون
الا تزوج بها 6 سنين 16 ودخل بها 19 ومات 18 نو سا 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 سا. الا نزيدو ان نيميرو سافي دير تزوج بها كي كانت 16 ودخل بها 19 ومات عليها كي كان عندها 100 131. مي نو سا سا مارش با. الوغ واش دار؟ قال لهم بلي هذه خرطي ما كانش واحد باسكو هي 21 حديث اوثنتيك كي ديك عائشه لافي 6 ودخل عليها 9 سنين وهذه 1,500,000,000 مسلمون كي كخوا سا يا 98% تاع لي زازيغيان لي مسلمون سنيت كي كخوا سا ومأمنين بهذا الشيء. تاكم خي مدام؟ فهمتك دون لو سونس فهمتك. مي هذيك تاع الحائض المطلقات الغير حائضات هذوك قال لك الي اون فيت ميم جوسكا مينون يا بروبليم هرمونال كاين النساء ما تجيهمش العاده. يا ديسا هذا سمعتو يا با لونتون سي بون كاين مدام مدام انا سمعت البارح واحد قال لي بلي امينه شاف امينه في فرنسا طارت دارت جنحين وطارت وصلت للنورفاج ورجعت. مدام اسكو جو في الكوا الوغ اسكو كاين مدام كاين واحد كاين ايه قرانيه كل تفاسير كل علماء اهل السنه والجماعه ما كاش واحد فيهم اللي يقول هذا الكلام اللي كتقولي فيه. هذا اللي يقول هذا الكلام سيدي كورانيست مؤولين مدام ماشي مو لي كورانيست تحترج ليا باسكو مو جي ديسكيت با افيك لي كورانيست discute avec 1,500,000 musulmans. Non, faut respecter d'autres personnes, coranistes ou hadith. Faut les respecter. Non, non, le Coran, qui est là, je vais vous dire, parce que le Coran, je le respecte, qui est pas le temps, où il ne vient pas discuter avec moi. Si il est sérieux, il va discuter avec Al-Sunna ou Jama'a. Mais je suis là, je suis là, parce que je suis là, où il dit les clams, où il représente 0,00001%, où il dit, les voilà, ou quoi, ou quoi, ou quoi, ou quoi, ou quoi. Alors les musulmans sunnites, ils ont des sources. Non, je crois que c'est votre avis. Merci, je ne peux pas discuter. Non, merci, pas... bonsoir. Non, c'est pas mon avis, c'est l'avis des musulmans sunnites. Merci, madame. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci pour le raqs, madame. Merci pour le danse. Merci. Tu as bien essayé, madame, mais je suis désolé. C'est yo. Walaikum. Walaikum salam. واش راك خويا ميوب؟ احمد هو انا والله اني نجي عندك ساعات هكا نحب طلعني نسقسي عليك على احوالك وانت ما تطلعنيش. هذا شكون انت خويا؟ انا سفيان انا نجي ديما نسقسي على خويا هكا نشوف ديما بخير ان شاء الله. انت الملحد ولا اللاديني؟ والله انا ما نكذبش عليك الوقت الحالي راهي تخلطتك فاهم؟ انا مانيش حاب ندخل في النقاشات وهذيك بصح تخلطت ما عادش يبان وين راح تروح درك فهمت. فهمتني يا ميوبا؟ عندك الصوت الحس شويه اخويا. ايه الله غالب والله رانا في البلاصه فيها شويه الحس. انا راني طلعت نسقسي على اخويا برك على صحتك واحوالك. هاك النهار كنت مريض شويه انت حبيت نسقسي عليك ما طلعتنيش. المهم اخويا ربي يحفظك يعطيك الصحه وربي يبقي لكم الستر. ميرسي سفيان ونستفادوا منكم اخويا.